هولندية أو دنماركية، ما غلطوا الهنود بس قال له هو مثل الملكة هي وعم تشتر، حتى سويدا بيعطي حياة. أول شي هودي البقرات أنا منقيهم على الطبلية وحدي وحدي، وسفرتهم معي من هولندا بالطيارة، إجوا فيرست كلاس، بعرف لك اسميهم وحدي ورا وحدي. العلف تبعنا مصنع من أجود أنواع الفواجرا والسمون فيمي، ومستورد مباشرة من النروج وجنوب فرنسا، ما تخبريش حدا. والحليب اللي بيشربوه بقراتنا كله حليب بشري أصيل، منجمعه من أمات الضيعة عنا، والبقرات ما بيشربوا إلا من الحلمات المعقمين بالعرق البلدي. طيب أستاذ عبد الله، من فترة صار في كبسة من قبل وزير أبو فعور إنه منتوجاتك منا مطابقة، كيف بترد على الموضوع؟ أنا ست فينيسا مش شغلتي رد. أنت بعينيك عم تشوفي ودفعين لك مصاري الله، فأنت ردي عنا. بالفعل نحن فريق استقصاء وبموضوعية، ومش لأنه قابضين مصاري أبداً، منأكد للمشاهدين إنه بقرات عبدالله فعلاً بيتبعوا المعايير العالمية. طيب أستاذ عبدالله، مزبوط بتسمعوا البقر موسيقى؟ إيه نعم، بمراحل الإنتاج الأخيرة منسمعهم موسيقى لنحصل على أحلى نتيجة. تفضلوا معي لفرجيكم شو بسمعهم. تفضل. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك زيك مين. مشاهدينا، من المسلخ مباشرة للمستهلك منتجات عبد الله وأولاده، أجود أنواع اللحمة. شو طيب هالس